لو انت هيبقى عندك تيم كره قدم نسائي هتكوني مين فنانات؟ هتجمعي التيم ده مين من الفنانات؟ لا 11، انا لسه هقعد اكرلك 11. اختاري العدد اللي انت عايزاه. قلت الرياضيين اللي موجودين هيبقوا نيلي كريم، لقاء الخميسي، شيرين رضا، رانيا يوسف، انا. التيم ده بيبقى كام واحده؟ انت عايزه تجمعي اقل براحتك. ده كتير قوي يعني، دلوقتي افتكر 11. اول واحده رنا سماحه، ورنا سماحه هتبقى مهاجم، هتلبس 10 ليكي في الكوره. يبقى المهاجم، انا هحط المهاجم ياسمين عبد العزيز، هي المهاجم بتاع الماتش. لا ده كتير، لا عايزه، لا معرفش، مش في دماغي دلوقتي. حنان مطوع، وميسرة، مي نور الشريف، ناس كتير قوي كده. كام؟ 3 بس، ده لسه بدري قوي. على حسب اللياقة يعني، على حسب اللي لياقتها تسمح انها تلعب كورة. يلا بينا، ما فيش مشاكل. غدا عادل عشان صوتها بيخوفني شوية، فطب كده هي عندها بحة كده معينة. شيرين رضا عشان الناس كلها تبقى بتتفرج عليها وهتسيب الكورة خالص. ميان سيد عشان دي هتبقى سريعة، وممكن سلمى بضيف عشان مش هتبان اصلا يعني، هي والكره حاجه واحده، فممكن الناس تجري وراها هي. ومثلا ممكن مين في اسراء رخا اعتقد هي تبقى كابتن الفريق، لان هي شخصيتها قويه جدا على حجمها. ف بس كده حلوه. مين اللي هيدرب التيم؟ انا اللي هدربهم ان شاء الله، واديهم في داهيه كلهم. انا رحاب الجمل، ريهام حجاج. موجودين في المسلسل كتير لك. مين؟ سلوى خطاب، فكرتيني. مين تاني؟ لا يعني اي حد كده شخصيه ممكن. مين هيدرب كراجل ولا ست؟ ست. ها زينات صدي. انا هزعلك واقول لك ان انا ما بحبش كره القدم اصلا، فصعب ان انا اكون تيم بصراحه، صعب جدا والله. يعني نجمات الفن هنجمعهم كده كلهم وهننزلهم، واللي يعرف يلعب يلعب. عايزين بقى نشوف قوة الملاحظة اللي عند دينا، كم واحد لابس أحمر في البوستر الفيلم؟ أنا كده بنغش. 4 2 1 دينا بس. والله لا، يبقى أنا ما ركزتش. كم عدد الشخصيات الموجودة في البوستر؟ ما ركزتش. كم واحد لابس أحمر في البوستر؟ I think سامع 4 في البوستر؟ لا 3 أكتر؟ لا ما عندي، قوة ملاحظتي وحشة قوي، أنا شفت البوستر طشاش كده يعني، بس 5. كم واحد على البوستر؟ واحد. كم واحد على البوستر؟ 8 10 10 أنا فاكر إن كانوا 2 كده. كم عدد الشخصيات الموجودة في البوستر؟ استغفر الله العظيم يا رب. قوة الملاحظة، ما عشان أنا ضيفة في الفيلم ده فمش عارفة أشوف عشان ما كنتش في البوستر، فمش اضربي رقم كده وأنا أساعدك. ما تغشيش يا رب. 6 حريم. غير غش. لا أنا ببص في المطلق، مش بسترجع المعلومات يعني. 4 تقريبا. 4. كم واحد موجود على البوستر؟ بص الخير كتير، ما بحبش اعد عشان ما يتقل بركتهم، فيعني خليهم زي ما هم كده. مش عارف. 4. واو برافو عليك. طب كم عدد اللي موجودين على البوست؟ 8 9 10 10 انت بتضرب كده كل الارقام. والله قلت 4 بالصدفه. في البوستر انا ومحمد محمود. لا ما شفتش بقى، ما خدتش بالي. طب كم عدد اللي موجودين على البوست؟ هما حوالي 8 9. لا مش معقول 10. حقك ضاع زي ما ماجدة ما مكتوب في الفيلم. هتجيبي مين فنانات تبقى معاكي تجيب لك حق؟ انا حبيبتي انا بعرف اخد حقي، انا اجيب حقي، انا هجيب حد يجيب لي حقي، انا اعرف اجيب حقي كويس. دينا تايسون بس. تايسون لا، وممكن العوضي كمان يعني، بس هما الاثنين بس. اجيب اخويا بقى المخرج وائل فرج، هو اللي بيعرف يتخلص في الحاجات دي. انا حقي ضاع بعمل مصايب. لا ببقى وحشه قوي. لا انا ادعي بقى ربنا هو اللي جاب لي حقي، مفيش حد بيجيب حق حد دلوقتي.